سؤال فهد، تعرف الابراج؟ معروف شارع الابراج. لا الابراج البرج اللي عن صفات كثير ناس ترى تحب الاشياء. تعرف وش انت؟ تعرف وش انا؟ تعرف وش انا؟ خاوني تعرفني. لا لازم برج اعلمك من انا. يعني يقول لك مثلا برج العقرب من صفاته الطيبه، فهمت؟ شيء فهمت علي الحين شلون برج عقرب وطيبه؟ يعني عقرب معروف عنه غدره. لا ما عليك من العقرب الصدقي، ما عليك منه. مثلا انا برجي برج الميزان، من صفاتي اني طيب بزياده. يعني طيب هل من صفات برج الميزان انه ما يقدر يسوي رجيم؟ لا هو يتكلم عن صفات ما له دخل بال. هذا كان ثلاث سنين وانت بتسوي رجيم ما عرفت. هل برج الميزان كاتب برج الميزان ما يعرف يسوي رجيم؟ ما له دخل بدايه البرج هو. لا هذا من صفاتك، نزل ذا الرز وذا اللحم ولخلخ لين يطلع مع ذانك. الا صفه انك تحب الاكل. صفات اني انا ذكي اللي يحب الاكل، هذه صفه. من صفتي اني احب بطني صفة. انت فهمت قصدي؟ خلاص انا طيب افتح ابى ادخل لك بصفة. يعني انت بصفة اطلع لك صفة ما طيب اسأل اي واحد من العيال، انت صفتك صفة من صفاتك معروفة عنك انك ما تروش. هل برج الميزان لا دخل معروف صفة؟ الحين خلني افهمك. وش الوصاخة صفة ولا لا؟ لا مو وصاخة. ريحة اللبط صفة؟ لا مو بصفة. الحين لو اقول اوصف لي ابو شدخ يقولون ابو شدخ معفن. انت المعفن. من صفات برج الميزان قلة الأدب والوقاحة. إيه صدق مكتوب كذا صفاتي. أنا حر، أنا بطلع برجك وبعرف صفاتك القذرة اللي فيك. لحظة برجي وين كان فيه أصلا عشان تطلع؟ شلون سألتك سؤال جاوبه. أنا أطلع برجي. أنا عارف أنت شلون بتاريخ تاريخ ميلادي مو برقم بطاقة الحوال؟ لا يا مسلم حط تاريخ ميلادك يطلع لك. أوكي برجي هنا يقول لك برج الفخامة. خلا أقرأك صفاتي. لحظة لا تقاطعني. ما في برج فخامة. شدوخي خلاص اقتنع في برج فخامة. هذا دليل انك حتى تجيب مواضيع تتكلم عنها وانت جاهل فيه. طيب يلا قل. المهم يقول لك هنا اني انا صارخ الرجولة. الله يحفظني. وش الله يحفظني؟ انا اللي كاتب البرج. ابراجكم ذي هذه اللي تقول انت اللي كاتبها. حبيبي اغلق فمك. خلني هذا برجك. شفت صفاتك شلون سي. ويقول لك انه انا فائق الذكاء، اجيد جميع اللغات وبحب الكبه. عطني لغه من اللغات اللي تفهمها. عطني لغه من اللغات اللي تفهمها. اختر يلا. اسباني. بستيرو ديت شدوخي مليان شاء. ايطالي. بستيرو ديت شدوخي مليان نفس اللغه ذي. الحين جو ناس وكتبوا عند البرج صفاتك انت، وش عرفهم فيك؟ عشان هو علم انت اصلا ما في حد يبي يعرفك عشان يروح يكتب عنك البرج. شدوخي انا ارجوك شوف، حتى يوم طلع لنا الابراج طلع برجي كسر وجهك. لكن مره ثانيه هذا انت كاتبه سم، انت كاتبه تبي بوسه؟ لا.